إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، متتبعي قناة مناظير بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، غتشوفوا معايا كيفاش أصبح كورنيش مدينة الناظور. مدينة الناظور الإخوان، هذا الكورنيش هذا اللي تصلح، اللهم بارك، يعني صلحوه وعطوه يعني واحد الميزة، يعني الإخوان هنايا الطريق متسع، يعني الإنارة، يعني واحد الكورنيش، واحد الجمال يعطي المنطقة ديال الناظور اللي كنقطعوا هذا الواد هذا الإخوان من هنا. غادي نمشيو مع هذا الكورنيش هذا حتى الطريق اللي كتخرجنا البنينصار وفرخانة، وكذلك الناس اللي غيمشيو لميناء الناظور الكبير واللي غيمشيو لمليليا. هاد الطريق الإخوان كتخرجكم حتى الطريق ديال مليليا. كما قلت لكم الإخوان، هاد الكورنيش هذا كورنيش جميل جدا، كورنيش رائع. مازال الإخوان هنايا في الجنبات ديالو تيقادو المقاهي، باش الكورنيش يكون كورنيش مقاد مزيان. هو راه أصلا الإخوان كورنيش، اللهم بارك، كورنيش طويل، كورنيش رائع جدا، يعني واحد متنفس جميل مدينة الناظور والساكنة ديال مدينة الناظور. تحية للناس ديال الناظور، الناس ديال الريف، الناس ديال الشرق، تحية للجميع، تحية لجميع متتبعي قناة مناظير بلادي داخل الوطن وخارج الوطن. وما تنساوش الإخوان دعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وما تنساوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا. كما قلت لكم الإخوان، هنايا المراحيض متوفرة هنايا، والحراسة يعني سيكوريتي، والناس ديال النظافة، والعيالات ديال الميناج اللي كيكونوا حدا لي طواليت، يعني شيء جميل الإخوان. نتمنى من الناس اللي يجيو الناظور يزوروا هذا الكورنيش هذا، يتمنظروا شويه. كاين الناس اللي كيكونوا مع الصباح يديروا غير شويه ديال لامارش، شيء جميل الاخوان. هنا على البحر كتلقى البحر هادئ، كتلقى الناس كتمشى هنايا في الصباح على جنبات الكورنيش. والاخوان هاد المقطع هذا راه كنت صورته من قبل، وكنت حطيت فيه واحد الموسيقى ديال الريف، لكن مع الاسف كانت موده، وهي كانت يعني مسموحه في باش تحط في القناه، ولكن هذا هو الشيء الوحيد اللي اخوانا، وهذا هو المشكل الوحيد اللي كيطيحوا فيه كاع القنوات المبتدئه بحالنا بحال هكذا. كتقلب على واحد الموسيقى اللي كتمتاز بها المنطقه وتمتاز بها المدينه، وفي الاول الاخوان كتلقاها مسموحه، يعني ما عندهاش لا حقوق طبعا على النشر، وكتحب باش الانسان يحطها في القناه ديالو باش تعطي واحد الامتياز ديال ديك المنطقه ديال الناظور، منطقه ديال الريف. وكاين الاخوان كيخلوك حتى كتضرب واحد المده وتيولي يطالبوك بالحقوق طبعا النشر، واليوتيوب تيكتب لك بانه هاد المقطع هذا راه ما بقاش عندك فيه الحقوق، يعني راه ولات هاد الفيديو راه ولا متوقف عندك، ما بقاش عندك فيه الحق نتايا. وهذا شيء يؤسفنا، وكذلك الاخوان راه جميع كاع المبتدئين، الناس اللي كيبداو في القنوات ديالهم يفضلوا يديروا واحد الموسيقى جميله اللي تعطي واحد الجماليه للفيديوهات ديالهم. بحالنا كما قال الاخوان، وكنطيحوا في هاد المشكل هذا، وهذا الشيء اللي عطل الاخوان كما قلت لكم. وحبيت باش ما يضيعش هاد المقطع هذا، وما يضيعش هاد الفيديو هكا، وهذا الشيء اللي صورنا، وقلنا نعاود الاخوان نحطوه للاخوان المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن باش يشوفوا هاد الكورنيش هذا. داكشي علاش الاخوان كيبان لكم بانه هنايا الناس غير موجودين هنايا الاخوان، على جنبات ناس قلال هنايا اللي كيتمشاو هنايا على الجانب ديال الكورنيش هذا. واحد الوطيل
معروف الاخوان هنا هذا الاوتيل، هذا الاوتيل الجديد هنا هو على اليسار ديالنا، وكاين هاد هذيك المعلمه التاريخيه اللي كاينه هنايا، هاد القهوه اللي كاينه هنا اللي داخله في البحر، اللي مع الاسف الاخوان شحال هذه باش تصلحات، ويعني ربما تكون سالت بها الخدمه، يعني يعاودوا لها الضلال ديالها وتعاودت مزيان وداروا لها زجاج في الجنبات ديالها. وكنتمنوا يوم من الايام الاخوان تفتح هذه القهوه هذه، لانه واحد المعلمه ديال الساكنه ديال منطقه الناظور، الساكنه ديال الناظور مشتاقين باش يطلعوا لها ويتقهوا كما القاعده فيها كما موالفين. لكن مع الاسف الاخوان راه باقا ما مفتوحاش، باقا الله اعلم، ما عرفناش شنو المشكل، علاش باقا حابسه. نتمنوا من الناس ديال الريف والناس ديال الناظور يعطونا شي معلومه، علاش هذيك القهوه علاش ما علاش باقا ما تفتحاش، شنو هو المشكل. والاخوان كما قلت لكم هذا الكورنيش ديال الناظور واحد الكورنيش جميل جدا، واحد الكورنيش طويل. الاخوان تحيه لكم جميعا، وخليكم مكملين معايا المقطع، خليكم مسافرين شادين معايا الطريق، غادي نمشيو من هنا الاخوان على الجانب ديال هذا الكورنيش حتى نشدو الطريق في اتجاه كما قلت لكم في اتجاه ديال بني نصار ولا في اتجاه الميناء. وكذلك حتى الناس اللي بغاو يمشيو اما الفرخانه ولا بني نصار ولا المنيليا، هذيك هي الطريق من هنايا. وكذلك الناس اللي بغاو يمشيو لمحطه القطار الاخوان في هاد الفيروج اللي كاين قدامنا هنايا، يدوروا على اليسار ويوصلوا راه حنا قراب للمحطه ديال القطار ديال الناظور، ناظور المدينه كاين هنايا في هاد الفيروج اللي قدامي هنايا، ان شاء الله نوصل ليه. ودوروا على اليسار وتلقاو المحطه ديال القطار، وكاينه كذلك محطه ديال بني نصار، كاينه حتى هي المحطه ديال القطار من تما كتبدا الانطلاقه ديال القطار من هنا الاخوان. في هاد الفيروج هذا اللي دوروا على اليسار كتلقاو المحطه ديال القطار، وهنا على اليمين ديالي هنا في اتجاه غادي نمشيو في اتجاه ديال بني نصار كما قلت لكم، الميناء ومليليا. وكذلك الاخوان الناس اللي بغا يمشيو يشوفوا هذيك مارشيكا ديال الناظور، فرجة ممتعة وطريق السلامة. وتحية للناس ديال الناظور والناس ديال الشرق والناس ديال الريف جميعا، وكافة المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن وجميع المتابعين والمتابعات. وخليكم على المقطع تاع النهاية، فرجة ممتعة.
الى هنا اخواني المشاهدين انتهى هذا المقطع. هذا انا رولد هو المدخل ديال المارشيكه ديال الناظور. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. What?